ينضم إلينا من فرنسا الدكتور مجيد بودن الخبير الاقتصادي. دكتور بعد التحية بداية، كيف ترى تصنيف نيويورك للمرة الثانية الأولى في الازدحام، وهذه الخسائر التي تكبدتها بسبب هذا الزحام؟ هو الزحام يدل على عدم صحة الاقتصاد، فكيف يعوضون هذه الخسائر من هذا الزحام؟ يعني أن السلطات في نيويورك لم تتخذ الإجراءات الكفيلة للخروج من هذه الأزمة التي تسبب كوارث، أولاً كوارث اقتصادية، كوارث في التلوث، كوارث في استهلاك كل هذه المواد وكل هذه السيارات، واستهلاك الوقت الذي يهدر بدون مقابل، ليس هناك إنتاجية، وهذا مخالف لمبادئ الحوكمة السليمة والحوكمة الصالحة للاقتصاد وللوقت وللابتكار وإلى تطوير العجلة الاقتصادية. وبالتالي الوقوف الأساسي هو عن لماذا لم تتخذ السلطات نيويورك وسلطات البلدان المزدحمة الكبرى مثل مكسيكو سيتي ولندن وباريس، ونرى أن الخسارة، الكل يعترف أن هذه الخسارة هي خسارة لا تعوض وتزيد في تدهور الاقتصاد، ويجب الوقوف. لكن هناك مبادرات يا دكتور أعلنوا عنها في التقرير، مبادرة تسعير الزحام لربما، وهي الضرائب أو القيمة التي ستدفع من قبل السائقين حتى يعوضون هذه الخسائر. هل هذه المبادرات تجدي نفعا وتعوض الخسائر في الفترة القادمة؟ هذه المبادرات استعملتها مدينة لندن منذ حوالي أكثر من 10 سنوات ولم تؤدي إلى نتائج كبيرة. كان مسألة تصنيف السيارات، تدخل السيارات التي لها لوحات فيها أرقام فردية أو أرقام يعني ازدواجية، ولكن هذا لم ينفع لأنه لم يحل المشكلة. المشكلة هي أعمق، هي إعادة ضبط مسألة لماذا تتمركز كل الشركات الكبرى في وسط المدينة، لماذا تكون لماذا الإدارات الحكومية هي في وسط المدينة، لماذا لا تسهل هذه العمليات، لماذا لا يكون هناك اللامركزية. يجب أن تكون الإجراءات أكثر انفتاحا وأكثر ديناميكية، ولا تتمركز الأمور، لأن الذين يريدون التفعيل ذلك يريدون أن يتقابلون للغداء أو إلى العشاء في نفس المناطق، وبالتالي يحرمون المناطق الأخرى من التنمية والتطور. وبالتالي يجب أن تكون المسألة هي مسألة اقتصادية، ولكن مسألة سياسية كذلك ومسألة ثقافية. نرى أن بلدان أخرى مثلا في ألمانيا ليست هناك مركزية اقتصادية وإدارية، لأن النظام الألماني هو نظام فيدرالي ليس فيه مركزية في العاصمة. برلين لا تشكل أساس الاقتصاد. في أمريكا هناك فيدرالية للولايات، ولكن ليس هناك نظام فيدرالي داخل الولايات، أو معنى نظام محاذي أو مساوي للفيدرالية داخل الولايات، يعني أي داخل كل ولاية. وبالتالي العملية هي عملية مهمة جدا لكي يضعوا برنامج فيه هذه مسألة الضرائب، ولكن لا تكتفي عن ذلك بذلك وتتسع إلى أكثر من ذلك. يعني أنت لا ترى المبادرات هذه مجدية نفعا دكتور، وأنها حدثت في لندن ولم تحل المشكلة، والاقتصاد يحتاج أو صحيح. الطرق تحتاج إعادة هيكلة أو بنية تحتية حتى يستطيعون أن يقسمون الزحام في مدينة نيويورك، وهي يعتبر أنت تعلم مدينة نيويورك زحام وقديمة، وليس هذا بالسهل في الفترة الحالية وتكبدها خسائر أكثر. إذا ما هي الحلول البديلة الحالية في الوقت الحالي التي يستطيعون أن يستخدموها كتقسيم لوقت الذروة أو تقسيم للمواعيد أو فترات العمل ما بين الشركات والبنوك وغيرها؟ هل هذا قد ينفع الاقتصاد في الفترة الحالية؟ صحيح، ولكن في نقطة مهمة، ما هي هذه الانعكاسات على الدول النامية والتي ليست لها القدرة المالية لمعالجة هذه المسألة مثل ما هو الحال في نيويورك أو في باريس أو في لندن؟
نعم. وبالتالي هذا موضوع مهم للدول النامية بأن تفكر في إعادة النظر في الهيكل وفي النظم وفي البرامج الاقتصادية، لأن تأخذ ذلك بعين الاعتبار وهي في تطوير شبكاتها في المدن الكبرى، ولكي عوض أن توسع المدينة الكبيرة أن تقسم تلك المدينة إلى مدن أصغر، لكي أولا لتكون التنمية أفضل، ثم لكي يكون التشغيل أفضل وعلى عين المكان، ويكون التشغيل قريب، وهذا صالح كذلك نيويورك لباريس أو غير ذلك، يعني لكي يكون عملية التشغيل تكون على نفس أماكن السكن. هنا في البلدان الكبيرة نرى أن مراكز السكن هي في الضواحي، ويذهبون إلى العاصمة إلى وسط المدينة للعمل، وكل هذه كل هذا التنقل يكبد تكاليف، كل إما تكاليف في النقل العمومي أو تكاليف في النقل الخاص، وكل ذلك يعني لو نرى ما تكلف السيارات الفردية من ليس أداة فقط بل من مصاريف على كل شخص، والذي لا يتحمله الاقتصاد هو نقص من الدخل الفردي لكل شخص. وبالتالي إذا وجدنا مراكز عمل على في أماكن السكن سيكون هناك ربح للفرد، سيكون ربح للشركات، الشركات ليست ملزمة بأن تكون في نفس العاصمة. الفكرة التي عملت بها لندن في هذا المجال أنها وسعت مفهوم لندن. لندن هي تاريخيا هي في المدينة الصغيرة، هي السيتي، لندن سيتي، وهي تدخل ضمن يعتبر هذه القائمة كثاني دولة في الزحام. يعني إذا الحلول التي اتخذتها لندن لم تجدي نفعا حتى الآن، وهي ضمن قائمة، ولكن في عملية أخرى ذكية ومهمة وبدأت تعطي أكلها، أن مدينة لندن، تسمية مدينة لندن من ناحية الجغرافية ومن ناحية البريد ومن ناحية رمز البريدي، صارت الآن لندن وضواحيها بشكل واسع، وتسمى لندن الكبرى، Great London و Greater London. والآن باريس تحذو نفس الشيء بأن تسمى باريس الكبرى Grand Paris. أي ماذا يعني ذلك؟ أن هناك فيه مسألة نفسية، الذي هو في وسط المدينة يعتبر هو صاحب القرار وصاحب النفوذ وصاحب أنه في نفس في قلب المدينة، والذي هو في الضواحي يعتبر وكأنه تابع للمركز. ولكن هنا قامت به لندن المدينة وضواحيها أن أدمجت كل ذلك في لندن الكبرى، والذي هو بعيد 50 كيلومتر على لندن، وله مركز شركته الذي هو من الخارج يعتبر أن هذه الشركة هي في لندن، ولا يفرق الآن بين من هو في قلب المدينة ومن هو في الضواحي. وبالتالي كانت هذه العملية عملية ذكية ومهمة، بأن يعتبر الكل في لندن، ونعرف أن التكلفة بعيد 50 كيلومتر هي أقل من التكلفة في قلب العاصمة، ولكن أعطت ديناميكية جديدة، وكانت أحد الطرق التي استعملت لتطوير الاقتصاد ولخلق هذه الديناميكية. وهذه نقطة من هذه النقاط التي والحلول وقع استعمالها. نعم دكتور، يعتبر الحكومات هي تعلم كيف تدير هذه الأمور وهذه التكدسات التي تضر بصحة الاقتصاد، وخصوصا نحن نشهد فترات متقلبة، سنتابع التقديرات في الفترات القادمة وكيف هي هذه الحلول. أشكرك، كنت معنا من فرنسا الدكتور مجيد بودن الخبير الاقتصادي على هذه المشاركة.